بسم الله الرحمن الرحيم. ما في هوف اليوم. جايبك اول يوم ما اقدر اشفق من الوقت. وش عندنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اتخلد على الله والشباب. خلاص احنا ما خليناك انت. حط الجوال. الله لا بد ووقفني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب المتابعين في برنامجنا وبرنامجكم عجنها عجن. اليوم ضيفنا احمد باسل. احمد باسل شاب صديق عزيز من قريه المر، مواليد 92، متزوج وعنده بنت فطوم. بدنا كلنا في حساب مطارهم تشوفوا فيديوهاتها. برتقال لاحظ فرط الدنيا بالفلوس. تعال على الوف بوزها جايبه. اليوم احمد باسم بنختبره نفس الاختبار مع الحلقه اللي طافت، بتعرفون وش هذه الحلقه وش تفاصيلها. بنشوف وياكم مستقبل احمد. طبعا شباب اكو وصل ابو فطوم، تحياتي ابو فطوم. وياه انا. انزين ابو فاطمه، اليوم طبختنا قلنا لك البرنامج، والبرنامج انك تطبخ لنا طبخه واحنا نقيمها. التقييم منصوب، يعجب لو ما يعجب؟ يعجب. عبالي بعد. المهم الطبخة هي مشهورة في البحرين، انت عندك 30 ثانية. هالثلاثين ثانية تستشير بها احد من برا، المشاهدين يعرفون وش القصة. اتصال، واتساب، جوجل، تويتر، تبغى تمر هندك تسأله سريع. لعبتك. انزين هذه الطبخة انت وش بتسوي؟ عندنا جولة، عندنا الاغراض، اي شيء تبغيه بنجيبه لك. اسم الطبخة. خلنا نشوف الطبخة من حساب الطباخة. طبعا هي الطبخة مشهورة بس احنا شفنا هذا الحساب وقلنا خلنا. طبعا هي الطبخه وش؟ الكباب البحريني. كباب البحريني؟ الكباب البحريني، وش عندنا؟ طبعا الحين بنجيب لك الاغراض الرئيسيه من شوله وقدر وغيره. الشيء الثاني انت تتصرف. اذا تعرف المقادير او تبى تتصل او تسال او عندك معلومه الحين بعدين بتتصل اتصال ثاني يكمل معلوماتك. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا. وش تبى بعد؟ السكين يا امي. سكين يقصي. جبنا لك طحين كباب، انت ما طلبته. هذا ينقص من التقييم. طلبته بس بسرعة. ينقص من ينقص من التقييم. قلت بسرعة. ينقص من التقييم. الحين وش؟ الحين نقصص الامور. او نحط هذا. ترى عندك ال 30 ثانية ما ادري. 30 ثانية هذا؟ لا 30 ثانية تستعين بصديق تستعين بشيء. بابا فطوم اتصله بعد. بابا الو فطوم عمي. ما في عمي، ما عمي كورونا ما في. خلاص لا الو ولا كاتشب ولا حواوه. اسكريم اسكريم اسكريم. ترى مني جاي بعد مسويت لها لعبه. هي اسكريم. اسكريم قالت. اوه قالت تقول اسكريم. ها غيرت النمره. كيف النمره؟ سوروها حل مين راوت؟ اسمعين تمثل الكباب. عندي 30 ثانيه. قلنا عندي 30 ثانيه بسرعه. تكلم 1 2 3 سجل. كيف راح اطول شيء عادي اخلطهم بعض كلهم؟ 10 ثواني. ها 1 اقطع 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 الشباب. زين بس هذا مطلوب لو بعد تقدروا تجيبوا لنا وش تبغى؟ بهارات ملح. يلا جيب. هذا بهارات. هذا بهارات. وش غير البهارات؟ ملح. ملح غير الملح. لو ما بنقصنا انه اوريدي حطه كامل. ده لو 30 ثانيه وش قلت فيها انت؟ لا صبر انتم حقكم. بسم الله نبدي نحط الامور هذه هني. هذا ما تعرف اسامي مشكله. هذا مال كباب وهذا مال طحين. وش اسمه الطحين تدري؟ وش اسمه الطحين؟ يسمونه طحين جميع الاستعمالات. كيف وش اسمه؟ رقم واحد. لا رقم واحد. هلا يطرشوني. رقم واحد. رقم اثنين، رقم واحد من الخباز. هذا هو. نخلط بهارات. انت واضح انك تسوي روحك انك تحط جبه. كله؟ مو انا علمك، انت اللي بتسوي الكباب. بيكنج بودر. وش شغلت البيكنج بودر؟ هذا يخليه عند الفوق. احسن. لعبتي انا لعبتي. طب خاصة بعد هالايام ويا الكورونا.
الماء يسيل. هذا الماء تبقى قفازات تبقى شيء. ما تخلط بينك. وا يلا بنشوف عجينها على جنب نشوف ايش يصير. اكل انت بالقفشه اول مره اشوف عجينه بالقفشه. بصي يخلطون كذا الحين قلت انت خمس لوحات وتشوف هالخلاط محترم ترى يخلطون كذي بس مو لعجينه هاي يخلطون شفت الماكينه اللي كذي نفسها بالضبط انا بعد زين جيب لنا قفاز له قلنا لك تبغى جيب لنا قفاز صار لي ساعتين اقول لك هلا هذا التعصيب ينقص من التقييم شوف يصوب صوب صوب حلو وقف حلو وقف لا ما هو راضي يوقف ما ادري وش بناكل اليوم وين ان شاء الله تنفع انا ما بالليل انام في المستشفى الحين صار كباب الحين نقصص هالامور ايوه حلو ايه كل حين قفشي ها؟ لو انا كل حين سبتي وصق لنا الاغراض كامله. التكسيس السريع يسمونه هذا. يلا جبنا العيد جبنا العيد. طلع التكسيس السريع ما ينفع. وش سويت؟ جبنا العيد جبنا العيد. وش سويت قصيت ايدك؟ قصينا العيد قصينا العيد. صدق وتحلى. على الخفيف كذي. اهم شيء ما طلع دين. لا ما طلع. انزين. شكلك انت عجنتها عجان على وضع مأساة شباب الا في التقييم يقول انه عفسها يكتب لنا طبعا اللي يقول عفسها يضرب لايك واللي يقول لا ضبطها يضرب لايك واللي يقول لا يعرف يطبخ ما يعرف يطبخ بعد يضرب لايك رحمة الله عليكم لايكات واشتراك في القناة اهم شيء الاشتراك في القناة سيد احمد باسم بالانجليزي سبسكرايب لو تقولها بالخشة ما تعرف تقولها قول بنشوف سبسكرايب اكتر قبل اسمع ابو هاشم اللي ما يعرف يطبخ يطرش الى نسوانه الى احد يعرف يطبخ وقيموني في التعليقات بس التقييم فت بس في التعليقات اللايكات كلها لايك ما في اللي ما يعرف يطبخ يجي انا بقيمه ترجاني في شهر رمضان هلا بتقصص واحده واحده ما مخلص كل يوم تبغاني اسوي لك كباب انا؟ ايه خلنا اطلع منها في هالمره بخير وصحه وسلام اقول له تم واحده حطام عرف سيدنا لوين ما اسوي كذي سريعه عكار يلا يلا يعني تشوف من تكشيره البصله دي يبين عليك ان لك بالشغله شوي لا بسالك وش وضعك انت في كورونا هي المطبخ وطبخ لعبتها بالله انزين وش اخير طبخه سويتها اخير طبخه اليوم امس اليوم في الشغل الله في الشغل بعد مو اي حكي الى الشباب اللي هناك تسمموا يروح ها وش الطبخه عندهم فود اي شوربه الخضار بالاندومي وهذا الخضار بش بالماء يمكن شف مجيس حطيته في مايحه الماي حار حطيته لا طلال على الحين الاندومي محسوب على انه طبخه؟ طبخه انزين اسمع سويت في البيت بيض ايه في البيت وش في البيت؟ بيض بيض وش؟ ادوالبي بيض ما قليل بس بيض طماطم انزين اقوى طبخه سويتها في حياتك لا ما اسويها هذا ولا عمرك؟ تتوقع انا وش طبخت؟ وش طبخت سيدنا؟ تعرف طبخة المدلل؟ اللي يعرف طبخة المدلل مشاهدين يكتب لنا في التعليق طبخة المدلل لعبتي بمقاديرها بأغراضها اللي يبغى يستفسر يسألني أنا في الخدمة الشعيرية سألنا سويتها الشعيرية هذه لعبة هذه مو لعبتنا لعبة الجميع أنت لو تفرق بين التابل والبقل هذا وش اللي في إيده؟ هذا سبنت لون التابل هذا التابل البقل بقل راح بين الخليفة حسيت كنت واقف يا شيخ الو جيب وياك هذا مخدونس وتابل بسرعه ايه خب انت ولا تروح للهند اللي بالدكان عطني ربي يا بقدونس ربي يا تابل هو يحطهم لك في نفس الكيس انا ما احطهم اهم شيء ادخل البيت ها اوكي وانت يلا
اسكب قليلا من الدهون. انت لا مو بتسوي هذا الخضار كامل تسوي لنا نتطور. بسم الله نبدا نخلي الماذا نقلب الكاميرا بعد هذا واي قد حاط بس لا بعد ايدك لا الله انا شكلي انا ما اكل شيء بتاكل سيدنا بتاكل وتشكرني يلا هذا احنا هو والله شكلها من هنا يبين انها كباب يعني يغرق بس داخلها الله العالم هذه دجاجه صغيره بتشوف الحين اشكال هذا المحسوبين لمنه لفطون مسوينه لفطون لفطون وهم مسوينين بعد شوف هذا صق دجاجه اكو فيها جنيه شوف كلهم ترى دجاج طالع دجاج هذا يسمونه الكباب الدجاجي اوكي عرفت شلون سيدنا تدرب حرب العين قطيتها قط هلا بتشوف بس يا احمد بس نطلع على وقت تجيني له كل ما نقول له بس يقول اوكي بس شو ما تشوف انا شايل حال ارد اسلم بس ارد حال ريحتي قلاج يبا اروح عزيمه الجار شعر اللي قلت له شلون ايوه ريحتي قلاج يبا اروح عزيمه الجار اسمع اقول لك يا الله خلاص صك الجوله وانت ما وقفتها وهكذا يعمل الكباب. بسم الله الرحمن الرحيم خلنا نشوف هالصمة ماذا استغفر الله هالكباب القوي. طبعا هذا لين اللي حق فطو اخذ اي هي كان يصير لا تقول انا قيمت على اخس واحده هذه زينه انا راح اقول بسم الله الرحمن الرحيم انا خايف من الليله سيدنا يا اخبو مو طبيب سلام الله عليك انا على قلق عادي اشيك ايه وش تتوقع يلا جاي قولي وش تتوقع في شي مهم في كل الطبخات بدونه يصير الشي مع السلام لا ما اصخ ما اعطانا ملح ما في ايه انا شايف مكتوب ملح انزين حطيت قليل فهذا تقييمي عليه صراحه مو نفس اللي قبلك تقييمي عليه انه كباب انزين طبعا ما الفطو ما بنقيمه انزين هذه تقييمها 5 ليش 5 انت ضبطت المقادير فصار عجينه كباب صحيحه الملح كله عفص طبعا ما انا قادر اوقف ما انت قادر توقف تنجح بضاعتك شباب تقدرون انتون يانا تقيمون على انطباعي لانه ما بنعطيكم سامحونا تقيمون على انطباعي في الكومنتات وشير ولايك سبسكرايب وهذا الكبابة المنخفض سلام عليكم